دكتور بطرس بو يونس موجود معنا اليوم، اختصاصي جراحة كلي ومسالك بولية، وموضوعنا هو سرطان المبولة. أهلا وسهلا فيك دكتور يونس. أهلا فيك، بونجور. سرطان المبولة أول شيء طبعا مثل كل السرطانات ضروري أن نكون عم نكتشفه على بكير لحتى اللي نقدر نكون عم نعمل علاج فعال، ولكن لما بنقول سرطان المبولة بيكون في أعمار معينة ممكن بلش نخاف فيها، أو بيكون ضروري يكون في عمل وراثي لحتى اللي نكون عم نعمل فحوصات، أو شو اللي بخلينا نقول في عمل وراثي؟ وفي كل ما واحد يكبر بالعمر بصير معرض أكثر يعمل سرطان المبولة. بس لكن خلينا نعمل أول شيء ديفينيشن. المبولة هي مثل البالون موجودة بالحوض، بتلقى بول من الكلوة وبس تنتلي بتصرف البول. لهالشيء بس يكون فيها سرطان كل شيء له علاقة بالبول بيتأثر، دم بالبول بامتياز، وبعدين كثرة البول وتكرار البول وكمية صغيرة، وأيام مش كتير وجع بكعب الظهر وجع بالحوض، هودي أشير سرطان المبولة. لما بيصير في دم بالبول منكون بأول المراحل ولا منكون تقدمنا؟ طبعا في أيام بأول مراحل حسب، بس بالمبدأ بأول مراحل إذا بدون وجع بدون شيء. هذه بأول ما يبين. بأول ما يبين، وخصوصا إذا المريض بياخذ دواء سيلين دغري ببين، دغري بتنزه التلولة. هلا الأشخاص المعرضين يعملوا سرطان المبولة يلي بيدخنوا بامتياز. دخين دخين دخين. هلا في العمر، الجنس الأبيض أكثر من الأسود، في يلي بيشتغلوا بالكيميكلز يلي بالصبغة التياب، صبغة ايش اللي بيطلع انبعاثات يعني كيميائية. كله صح، هودي معرضين يعملوا سرطان المبولة أكثر من غيره. هلا في عدة أجناس، في جنسين ثلاثة مش ما لهمش علاقة بهودي، يلي لهم علاقة إذا واحد عنده ميل على مدة طويلة، أما بحصها على مدة طويلة وتركها بتعمل احتكاك بالخلايا بقلب المبولة بصير تعمل سرطان غير نوع. وفي نوع بيجي كمان يلي عنده سليلة بيجي عنده سرطان المبولة، هودي المعرضين. لما بتكون وراثية الشغلة لازم في فحوصات معينة بعمر بكير تنعمل عيدة أو كمان ننطر العوارض؟ ننطر العوارض، لأن فوق العمر 50 لازم واحد يعمل صورة صوتية بشكل عام. هلا إذا عنده دم بالبول وبده يكون بلا وجع ساعتها لازم يعمل فحوصات أكثر، هذه في احتمال يكون عنده سرطان بالمبولة. أيام بيكون بيجي مع وجع، بيكون عنده شيء غير وبيبين. عم نشوف هون صورة، هيدي صورة صوتية، بنشوف التلولة بقلب المبولة، هيدا الشيء الأسود هيدا البول حد التلولة بقلب المبولة وواضحة، يعني واضحة التلولة. فينا نحط غير صورة، هاي تلولة تانية، بعد صورة بعد، وهي تلولة هاي كبيرة قلب كعب المبولة، وهي تلولة واضحة كتير. طيب هون عم نحكي عن دم بالبول، ممكن يكون في غير مشاكل بتوصل لدم بالبول، صح؟ ممكن يمكن اللي عنده بحصه او اللي عنده رمل او اي شيء او التهابات بالبول. التهابات طبعا نعمل فحص بول مع زرع، متاكد ما فيش التهابات. اذا عنده وجع بدنا نعمله صوره غير الايكو تنشوف اذا عنده شيء بحص او شيء شو مسبب هالوجع. فينا نحط صوره يلي هي صوره ملونه بتبين في نقص بالمبولة بالدواء. يحيي هيدي صورة ملونة عملت لمريض كان عنده شو كان انه عنده بحصة طلع عنده هالنقطة السوداء هون ما فيش دواء، هي معناتها في تلولة محلها. ما اخذ الدواء، ما اخذ الدواء هون، هيك يعني في شيء نقص في فيلينج ديفكت. انا كنت كمان عم بشوف انه الاشخاص يلي معودين يكون عندهم شوية دم بالبول لانه عندهم رمل او عندهم بحص ممكن يعني ما ينتبهوا ويفكروها شغله عابره. هون الخطوره، هون الخطوره، اذا تركوها يمكن يروح الدم بس يكون اذا في تلوله يمكن يقف بعد مده بترجع. من هيك الفحوصات دغري لان بيصح منها بسرعه اذا تبعها مع الحكي. شو هو كيف بيصير التشخيص وهل هو اكيد 100%؟ صح، التشخيص الاكيد بدنا نعمل صوره صوتيه للمبوله بتبين بوضوح. في عده تولين ما بيبينوش بالصوره، بدنا نعمل نادور. بالنادور ببين كل شيء، ببينه. هلا النادور اذا عمل، اذا عرفنا في تلوله بنعمل نادور مع بنج، لان النادور كمان مش بس دايجنوستيك ثيرابيوتيك، بنشيل التلوله وبنشيل الشلوشه بنفس الوقت بنبعتها على الزرع. اوكي، هلا الاشخاص المعرضين يعملوا هيك توليل هن اللي بيدخنوا دخين بامتياز. نعم، رح ناخذ اتصال دكتور بيونس. الو، بونجور. يا هلا، تفضلي.
حدي بعد امرك بدي اسال بس الدكتور سؤال فيني. تفضلي تفضلي عم يسمعك. ايه بونجور دكتور. تفضلي اهلا وسهلا. شو سؤالك مدام؟ بس لانه انا ما بشرب مي كثير. نعم. بس عندي دخول عن حمام شيء ما هو طبيعي، يعني ما بنام كثير ما بفوت على التواليت. بالرغم من انه ما بتشربي مي. اوكي رح اسال. هلا في عدة امراض بتجي للمبولة مش ضروري يكون تلولي مثلا. نعم. عندك كهربة المبولة تكون مش عم تمغط تصيع البابسور المدام، خصوصا بالنسوان ببولوا بتكرار. هبوط المبولة، الاوفر فلو، هو ما لهم علاقة. هلا إذا عندها دم بالبول بدها صورة صوتية، إذا في تلولة بترتبها، إذا بتدخن بدها نظور على الأكيل. بس كون إنه ما بتشرب مي منين بتجي المي يعني؟ بضل الجسم من الأكل، من الفواكه، من الخضرة، في مي. إذا هون في خطر أكبر على الجسم. بس بصير في عم يصرف المي اللي عم ياخذها ومش عم يفوت عنده. مظبوط. وكمان قلة المي مع بتنشطف هالمواد السامة بالبول من المبولة، بصير معها وقت أكثر تشتغل على الخلايا تتعمل سرطان بالمبولة. إذا حكينا عن وقاية ما هي المي. المي بامتياز صح. شو بيكون صار بالمبولة لحتى نوصل لتلوية؟ هلا بالسرطان بالخلايا في عدة أخطاء بدها تنعمل والجسم بصير يصلح، بس بيوصل لمحل بقاش فيه يصلح بصير سرطان، بصير الخلية تعمل خلايا من جنسها بغير بدون كنترول. بدون كنترول بتركب التلولة. فإذا شرب المي قد ما كان والتبويل بكثرة. تنتابع لكن إذا وصلنا على العلاجات. بس قبل ما ناخذ العلاجات خلينا ناخذ كمان اتصال أحسن من نطر. ألو 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 أهلا تفضل شو سؤالك؟ بدي أعطيك العافية بس بدي أسأل الحكيم. عم يسمعك تفضل. بدي أسأل الحكيم بس إنه أنا عندي حريق بالظهر. نعم. وعندي هيك مثل تلول على فوق الجلد. شو آخر شيء مسيو؟ نعم. حريق بالظهر وشو الثاني؟ وجع هيك بضل تعب وعندي هيك مثل تلولات على فوق الجلد. تواليل خارجية. تلول على الجلد. نعم. ما نقول عليها تواليل خارجية. أهلا وسهلا. سرطان المبولة. هو من أشياء انفكشس ديزيز خارجي. تنرجع على العلاجات. فاذا بدنا دور ممكن انه تنشال هالتلوله تنشال. وبعدين تنشال نبعتها على الزرع. هلا في عده ستيجز. اذا في ستيج شيء مبلشه حلتها نادور كل 3 اشهر اول سنه. اذا ما طلع شيء بكل نادور ثاني سنه بنروح على 6 اشهر. اذا ما طلع شيء على سنه. اي مره بيرجع بيطلع توليل بالمبولة باي نادور نرجع للصفر. هلا اذا في اكثر من تلوله هو توليل بالنادور مبينين. اذا طلع في اكثر من تلوله والدش متقدمه في دواء بنحطه بقلب المبولة بيهيج الاميون سيستم تيجي على المبولة تيقتل الخلايا. نعم. هيدي بتخفف من تكرار توليل ترجع تطلع لان هي توليل مثل الشامبينيون بتشيلي من هون بفرخه من هون. يعني فيها تكون تلوله ما فيها شيء على الزرع؟ لا ولكن كله سرطان. بس في انواع، في انواع خفيفه في انواع ثقيله. كله سرطان. بس لانه سرطان بالداوى تما نخوش المريض بنقول له تلول عيار خفيف وما مسميلوش كلمه سرطان لان يعني في منهم بينهاروا بتكون هيدي أسوأ من التوليل. أسوأ من المشكل. بس لما فاذا بتنشال هالتلول ممكن انه يرجع يطلع غيره. في حلول لحتى تكون عم اذا بدخن بده يوقف دخين. اذا ما بوقف دخين ما لها يعني كل الشغل على الفاضي. كل الشغل على الفاضي ما له فايده. بيوقف اللي مسبب هالشيء وبعدين بيتابع. في متابعه. طب في بعدين تتماش شيميو يعني من بعد هيدا اخر شيء. هلا الابر هودي بنعمله كل اسبوع على 6 اسابيع وبنرجع نتابع بنادور. اذا رجع فرغ بنرجع يمكن نعمل له ابر وحسب قديش هو عياره. واذا مشلش بعضلات المبولة في عندنا كم سلايد بتفرجينا خلينا نشوفهم الخلايا اللي فاتين بعضلات المبولة. مثلا هيدي اللي على اليمين هي شيء انه مبلشه هي تلوله بالمبولة بعدها بالغلاف الجواني هي بتنشال وبصح المريض. واذا كان في اكثر من وحده بده الابر. نعم. اذا طلعنا طلوع بصير تشوف انه صار تفوت بالعضلات المبولة. ما فاتت بعضلات المبولة الحل شايل المبولة كليا وعمل مبولة جديده من المصارين. اها هي عمليه كبيره بس بتنعمل.
خلينا نرجع السلايد اللي قبل. واذا طلعت بريت المبوله وفاتت بغير اشياء ساعتها بده يروح على الكيموثيرابي. نعم ساعتها تكون عم تتمدد ساعتها ستيج فور. نعم فاذا في لو تلوله وحده ولو انشالت من بعدها ضروري المتابعه. ضروري لان بيرجعوا بفرخوا هولي. وممكن لا وممكن لا. هلا اذا وقف ولكن المتابعه ضروريه. متابعه ضروريه. هلا اذا تلولي وعيار وسط ممكن نعمل لها الابر. الابر بتخفف من تكرارها. نعم. يعني يمكن 80% بتخف ترجع تطلع هالتلوله وكثير منيح. الاشخاص اللي عندهم اصلا مشاكل بالكلاوي مشاكل عم يعملوا دياليز هول شو بيكونوا؟ هم معرضين اكثر من غيرهم لان ما في شيء عم بيغسل المبوله. هلا بضل في مواد سامه بالبول بتطلع وخصوصا من يلي بيدخنوا حد منهم اذا هو ما بيدخن مريض او هي تصال على المبوله ما بيطلعوا شو بيدخنوا بيبولوا مره بالنهار. يعني هالمواد السامه مع وقت تشتغل بالمبوله تتعمل توليل اكثر من غيرها. من هيك اذا عنده توليل بدنا نتبعهم مره بالشهر نادور وبيطلعوا زيت العيار مثل غير مرضى بس بتكرار النادور مره بالشهر. لان تتركين اكثر بيرجعوا بفرخوا بكثره. عم نحكي انه كثير مهم وضروري شرب المي اكيد مع وقف صح. التدخين او بلا تدخين بالمره بيكون اضبط. مش يعني غير المدخنين ما بيكون عندهم ريسك؟ في عنده الريسك اذا كان رجال كبير بالعمر ورجال اكثر من نسوان، اذا الجنس الابيض، اذا بيشتغل بلحم حديد من دخنه الحديد. نعم. اذا بيشتغل بمواد كيميائيه هو معرضين. واذا العامل وراثي صح. بس لما بنقول هالقد شرب مي بكميه كبيره ممكن يكون في اي سايد افكت لشرب المي؟ هلا كثير حديث انه اي تشربوا مي كثير بس كمان كثره المي بلكي تكون عم تاذي جسم الانسان بعكس الطبيعه كلها، كل ما تشغليه كل ما يجود. نعم. هالكلاوي كل ما تعطيهم مي كل ما يجودوا. ما بتعطيه الماء بصير ينتزعوا شوي شوي. هلا شرب الماء يعني واحد يشرب حيشته بمعدل لتر ونص لاثنين لتر بالنهار. نعم. مش ممكن يكون هالشيء الا مفيد. ضل يشربوا ماء تصير لون البول ابيض. نعم. هيب بسموه كفو. ثانك يو. شكرا لك دكتور بطرس بويونس. طبعا معلومات حلوه وهي يعني اهم شيء بهالمعلومات هي النصائح الصغيره اللي بناخذها ليومياتنا. شكرا لك واكيد لنا لقاء ثاني. خلص وقتنا لليوم بام تي في الايف. اكيد موعدنا بيتجدد بكره مع مجموعه جديده من المواضيع. فريق البرنامج بحييكم واكيد بلش يحضر حلقه جديده مثل العاده. انا برجع بشوفكم نهار الاحد. باي باي.